كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. ممكن نشكرهم بزاف اللي حضروا واللي ما حضروش، اللي حضروا في العرس واللي ما حضروش كنشكرهم. وهاد الفرحة هادي اللي فرحان بها اليوم ما كتصورش. تنحب الجمهور المغربي كامل من داخل الوطن وخارج الوطن، من طنجة حتى للقويلة. وكنشكر دودو مصمم ديالي اللي كيصاوب ليا لافيسات. واخا قناه كتنتقد ملي كتكتب عليا شي سطاتي مشيت لله، الله يسامحها بحالي ايه هاني. والفنانين اللي كينتقدوا ويركبوا على دار البوز اركبوا، انا هانيه. ولكن سمحوا لي، هاد المره اللي درت في داري الصابون اللي بدي ركبته غنسلو لي كثرت القناه شي بطل اللي حضروا العسكري كيتمنوا كنتمنى لهم الجواز تاعهم وما يضحكوش على بنات الناس. الله يسهل على كل مغربي، الله يجوزك حتى انت كدير معايا السجوان دابا والله ما يعطيكش 10 د الولاد ولا مين كله. ما يعطيكش 10 د الولاد يكونوا كلهم صحاب وما تقطعش هاد الكلمه اللي قدام وراك. ولا بغيت نقول عاوتاني هاد العريه السادة الناس اللي فعلوا بيا ولا هو اللي جاو القناه. انا راه نسكس الناس الزوينين، كنشكر الناس الكراس، كنشكر ساو الدراري الزوينين عمر جنود الخفاء. كنشكر القنوات كاملين. وعاش الملك والأسرة العلوية الحكومة المغربية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.